انضم إلينا سيد طاهر، إذا كنت معنا مرحبا بك. السلام عليكم وعلى كل من يستعد إلى قناة الطلاسة، تحية مسائية طيبة. نبادلك التحية تحية طيبة سيد الطاهر. سيد طاهر، ماذا تعلق على زيارة برناند نيفني إلى ليبيا؟ يعني كيف استقبلتم أو أنتم كثوار استقبلتم هذه الزيارة؟ طبعا ما عنديش أي تعليق على هذه الزيارة، والذي أعرفه بالكامل أن هذا مرفوض شكلا وموضوعا، وجميع الشباب هنا والثوار قصدي رافضين زيارة برناد أو غيره، وبالذات إن كانت فرنسية. نعلم بالكامل أن فرنسا كانت بصراحة هي من دعمت هذا المجرم، هي قصفت أبطالنا، هي من شردت أهل طرابلس وأبنائهم، وأيضا قامت بصراحة بدور كبير جدا مع هذا المجرم في عملية دخولها إلى طرابلس، ولدينا شهداء لم تجف دماء بعد حتى نستقبل هذا برناند أو غيره. طيب سيد طاهر، من هي الجهة التي ترعى أو الراعية أو الحامية لزيارة ليفني لليبيا؟ والله بالنسبة لي ممكن ما عنديش حتى التفاصيل كاملة باش نكون معك صادق. أنا طبعا وصلتني المعلومة من الشباب، قالوا لي راهو برناند وصلوا وتم بصراحة رفضه وطرده، مش حتى رفضه وطرده، طرد من مدينة مصراتة، وايضا ممكن اتجاه مدينه الخمس ايضا تم طرده من هناك، ثم كان في طريقه الى على معتقد ترونة وتم الرمايه عليه وايضا طرده. اذا برناند من اتى به او اي شخص معناه انه بيدخل ليبيا سواء كان رئاسي او اي كان هذا الشخص، نقول له اراه هذا مرفوض رفض تام، عليك ان ترجع إلى أهالي المدينة أو أهالي ليبيا، عليك أن ترجع إلى أهالي الشهداء، أن ترجع إلى العائلات التي تم قصفها في مدينة طرابلس، عليك أن ترجع إلى كل أم شهيد، إلى كل أم بصراحة من ضحت بأبنائها وكل شيء فلذات كبدها. ونعرف أن احنا بصراحة هذا مبعوث ومبعوث من فرنسا، ونعرف ما الدور الذي قامت به فرنسا. إذا أي كانت الجهة التي أتت به، والله بصراحة أنا عند هذه اللحظة معناها ما نبيش ندوي جهة وتطلع جهة ثانية جايبتها. أي جهة قامت تسويقها أو بتسهيل حضورها أو زي ما نقولوا احنا باستقبالها، أراه مرفوض رفض كامل من جميع أبناء مدينة مصراتة أو حتى من أبناء ليبيا المتواجدين، نقولوا حتى محسوبين على عملية بركان الغضب أو محسوبين حتى على الثوار 17 فبراير. طيب سيد طاهر، يعني رأينا وسمعنا امتعاض واستنكار لزيارة ليفني من عدة شخصيات سواء كانت عسكرية أو مدنية. طيب لو أن هذه الزيارة التي قام بها ليفني إلى ليبيا تحمل في طياتها يعني ما يكون في موقف حكومة الوفاق وضد حفتر، هل سترحبون بها؟ والله أنا يعني بنقول لك إيش بنقول لك أنا توا، أنا نقول لك هذه جد متأخرة جدا، والله متأخرة واجد. قصدي إني أنت مجيني توا معناها نعتبر فيها أنا تأخير كبير جدا بصراحة، ومش في وقتها، وحتى الشخصية بروحها هي مش ملائمة أن تجي هناي. ولكن طاهر اسمح لي سيد طاهر، المثل يقول أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، هكذا البعض يرى. يعني المثل إذا كان المثل أنك تأتي وما فيش هناك تضحيات رجال، أنت بصراحة احنا هل بنبيع دماء شهداء؟ احنا هل احنا قصدي بنبيع دماء شهداء باش ندخلوهم؟ لا، مش هنبيعوا دماء شهداء نحن من اجل بصراحه من اجل ان ياتي هذا الشخص او غيره باش يسوق لفرنسا وخاطي فرنسا. انا نتمنى بصراحه نتمنى عليك انك بتجينا على هنا، نتمنى من حكومه الوفاق ونقولها من هذا السر ان تقطع علاقاتها بجميع الدول التي دعمت هذا المجرم خليفه حفتر، بدي حتى من المدن العربية. شن عندنا فيها مصر؟ احنا تفكر عليها. شن عندنا مع الامارات؟ احنا نفكر عليها. شن عندنا حتى السعودية مع نبغى نمشوا لها احنا؟ قصدي نعم. هذه نفكر عليهم بالكامل. نعم. حتى تونس تحدد الموقف نتاعها ونقول لها انا نقطع علاقاتك.
صراحة أنا بالتوقيت اللي جاء فيه هذا ما يسمى بغلاد ليفي قصدي توقيت غير مناسب، حتى وإن كان يحمل معه موافقة نعم. أو يحمل معه صلح شكرا أو ما طهر. شبه ذلك. شكرا لك السيد طاهر بن غربية القائد الميداني في عملية بركان الغضب، شكرا جزيلا لك.